في سياق منفصل، توج أو حل اليوم بأرض الوطن المنتخب الوطني العسكري الجزائري للكرة الطائرة قادما من المملكة العربية السعودية بعد تشريفه للراية الوطنية بحصوله على الميدالية الذهبية للبطولة العربية العسكرية الثالثة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية بمشاركة 5 دول وهي السعودية والجزائر وعمان والكويت والعراق. تتويج جاء بعد أن تحصل المنتخب الوطني الجزائري العسكري على 12 نقطة جمعها بالفوز في المباريات الأربع، وفاز الجزائري أيوب دقيش بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ومواطنه ياسين حاكمي أو حاكم نعم بجائزة أفضل لاعب صد، وسيد أحمد جبير بجائزة أفضل لاعب إرسال. النتيجة المسجلة لأول مرة في هذا الاختصاص تضاف إلى سلسلة الإنجازات المحققة في السنوات الأخيرة للمنتخبات الوطنية العسكرية لمختلف الرياضات، والتي تعكس جهود القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في تطوير الرياضة العسكرية.